احكي لي عن ياسمين. تين كانت كتير تحب التين، وكل يوم كنت اسرق لها تيني وجيب لها اياها معاها المدرسة. ولا مرة كنت اشوفها تاكل التيني. مش مهم، هي الكائن الوحيد كنت احكي له كل شيء، كانت تسمعني تفهمني، كانت تتقبلني. كانت دائما توقف حدي بالمواقف الصعبة، ثاني رائعة، هي جدا رائعة. وتعالي ما خليش حدا يأذيها، اشرح تحكيلي كتير اشياء. فكر انه انا البني ادم الوحيد اللي كان تحكي لي اياها. كانتش تحب ابوها، كانتش تحبه. كانت تحكي لي ايش تهياني اعمل، ابوها كان يمنعها تعمل الاشياء اللي بتحبها، بس ما كنتش احكي معها شي. ابوها هو لما زهق احكي، خفش احكي. بطلت تاخذ من التين من يوميتها، thank you.